هلو، انا ساندي وجايه اتكلم معاكم النهارده عن الكيرلي روتين بتاعي. بهزر معاكم، جايه لكم طبعا النهارده بلوك جديد، الويج الكيرلي، ودي ما اقدرش استغنى عنها في الصيف. واحنا داخلين كده على الصيف والكيرلي اللي كلنا بنحبه، بصوا بقى جايبه لكم معايا كمان كل الالوان وكل الحركات بقى بتاعت الصيف والحاجات المجنونه دي. نتفرج مع بعض على كذا لوك. عايزه اقول لكم بقى ان كل البواريك اللي قدامنا دي واللي انا لابساها دي فابريكس، بواريك صناعي مش شعر طبيعي، بس في حاجات مش هتعرفي اصلا تفرقي بينها وبين الشعر الطبيعي. بصوا، اول حاجه بقى الويج اللي انا لابساها دي فابريكس حراري معادل للشعر الطبيعي. يعني ايه؟ يعني ده شعر صناعي مصنوع بتكنولوجي معينة ان هو يديكي نفس شكله ونفس الافكت والملمس وكل حاجة بتاعت الشعر الطبيعي بالظبط، ما عدا طبعا اكبر فرق بينهم ان هو مش بيتصبغ، بس تقدري تسرحيه، تقدري تغسليه، وتقدري تعمليه بيبيليس. طبعا الكيرلي بتبقى اسهل حاجة لان انا مش محتاجة بقى اعمل فيها بيبيليس ولا سشوار ولا اي حاجة، هي جاهزة على طول كده تيك لبستها بقيت احلى لوك عامله. يعني الويج اللي انا لابساها دي كيرلي، هي هتفضل كيرلي كده على طول مهما غسلتها مهما لبستها، مش هتتغير غير لو انا مسكت البيبي ليس وعملتها وغيرت شكلها. سعره يعتبر قليل قوي قوي قوي، يعني انت ممكن بتمن مره بس هتروحيها عند الكوافير ممكن تشتري ويج اصلا وتبقى معاكي بقى هتقعد فتره حلوه. طب ايه عيوبه بقى؟ ممكن يبقى اكبر عيب فيه ان هو ما بيتسبغش، وان هو عمره يعتبر قليل شوية لو قارناه بالبواريك الشعر الطبيعي، وانا مش شايفة انه ده عيب، لان لو قارنا بين سعر ده وسعر ده انا اقدر اجيب من الفابريكس كذا واحدة واغير فيهم عادي جدا. تعالوا بقى نجرب مع بعض لوك تاني ونعمله مع بعض بالبيبيليس. اهم حاجة بقى لو قررتي خلاص انك هتشتري ويك فابريكس ان انت تخلي بالك ان هي دي حاجة صناعية، فليها عمر افتراضي لازم تتعاملي معاها بطريقة معينة وتحافظي عليها. طول ما انت محافظة عليها هتفضل كويسة معاكي. واهم حاجة تختاري حاجة لايقة على شكلك وعلى ملامحك ولون بشرتك، والاحسن لو انت في الاول تجيبي حاجة شبه شكل شعرك الطبيعي عشان ما تستغربيش نفسك. وطبعا الويج اللي بقصة بتبان طبيعية اكتر. يا رب تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة، وهستنى بقى كل أسئلتكم وكل تعليقاتكم وهرد عليها. باي باي.